Sur Radio Maghreb, vous écoutez tous les styles musicaux. Radio Maghreb, 1570 AM. Que de la bonne musique. Radio Maghreb, 1570 AM. سعاد ميسي بين كل شيء كما قلت هي، واحنا لهنا مع سي ابراهيم باش كل شيء يبين وكل شيء يبدا واضح بالتفصيل المهم. واضح وضوح الشمس في نهار جميل. اي سعاد ميسي توصلنا لل 37 دقيقة، احنا مازلنا مكملين حتى ل 8 متاع العشية ان شاء الله متاع الليل بلوتو، ومازلنا باش نحكي في مواضيع مهمة تهم برشا جاليتنا ساخنة ونجم نقولوا اللي هي دي سوجي. سي ابراهيم خلينا ندخلوا توا في لو موند دو ترافاي وباش نحكيوا على كما قلنا حاجة مهمة وحاجة حاجة دكتواليتي، باش نمشيو نحكيو على الامباكت دو لا لوا 21. وي اللي باش نوضحوا اكثر للناس اللي يسمعوا فينا أكي. اللي لا لوا 21 هي ما بروجي دو لوا، بروجي دو لوا اللي اون فان دو كونت شنو صارت ديز انترديكسيون دي سين ريليجيو، صارت لا لوا سور لا لايسيتي دو ليتا ابري لادوبسيون ديالها في 6 جوان 2019. باهي، وباش نحكيو اكثر على لي بيرسون فيزي في بار لا لوا، كان تعطينا اكثر فكره عليها سي ابراهيم. اول بعدا لا كاك اللي هي كواليسيون افونير كيبيك في الحمله الانتخابيه ديالهم في 2018 باش يدير داك الشيء في اكتوبر 2018، ركزوا على الميغريا، ركزوا على لي زاكوموندمون ريزونابل، وقالوا لهم حنا الا طلعتونا كاع هذاك اي رمز ديني كيبان لكم كيديرونجيكم، لان راه دار واحد الاحصائيات لقاو بان تقريبا على واحد 60% ماشي اللي درتهم، راه رجعوا تلقاهم راه اوفيسيال كتلقاهم في لي راديو الى اخره، لقاو بان 60% من لي كيبيكوا لو سين اللي كيديرونجيهم، بلاتي نقولها لكم انا كاع بالارقام اللي كيديرونجيهم، وهو الحجاب 49%، 25% الكيبا، 5% لا كخوا كريتيان، و 60 على كل في التوب هو الحجاب، هو الحجاب. وقال لهم غادي نقص لكم من زميغريا العدد ديال لي زيميغرون اللي كنجيبوهم، دار دو لوا في دقه واحده، لا لوا 9 ولا لوا واحد لا بروجي دو لوا 9 بروجي دو لوا 21. وراه انا كنت انا راه سي انا راه درت لايف هما كيصوتوا، راه 4 الصباح وانا باقي فايق وداروا له بايون سميتها المينيس الحزب استعمل سكون ابيل لو بايون، لو بايون الا قلت عليه في الديكسيونير هو شي شيفونه ولا شي كارت كديروا في الفم بوغ ايطوفي كيلكان، هما استعملوا هذاك ما صافي ما عندهم ما يديروا، وتصوري هما كيتناقشوا وهذاك السي سيمون باغيت مشى كيتريني، راه دخلوا تلقاوها في جوجل، وهما كيتقاتلوا هو داير جوجين وهذيك كيتريني مسوقش ما علينا. لا ديفير سابوبي فمنين خرج هذاك لا لوا قال لك اودي راه حنا اي واحد ها عنده سين غوليجيو وعنده لوتوريتي راه ما خاصوش يخدم في الوظيفه العموميه، بعض القطاعات في الوظيفه العموميه، ولكن الخطير وهو انهم روجوا فقط اللي ممنوع يخدم فيهم اللي عنده سين غوليجيو. اش كيقولوا لكم؟ كيقولوا لكم انسينما لا بوليس لي جوج هاي راه الوحدايا و 130 ميتي غتمشيو الله يخليكم الا ما تيليشارجيو لا لوا سور لا لايسيتي وغتمشيو لا باج راح حطيتها في واحد البوست لا باج 10 ولا باج 11 وغتلقاو اكثر من 100. اذا هاد القرار اللي خداوه خلى بعد كاينه جوج جمعيات، كاين لو كونساي دي مسلمو كنديان وكاين اسوسياسيون بور لي ليبرتي سيفيل، وواحد البنت كانت كتقرا سميتها اشراق نور الحق، داروا مشاو للمحكمه سميتها لا كور سوبيريور باش يستانفوا باش يطعنوا. قالوا لهم الله يخليكم بغيناكم غير ديروا سور سوا هي انكم سسبونديو واحد دوز ارتيكل، لارتيكل 6 ولارتيكل 8 ولا ليست اللي كاينه في لانيكس 2. قالت لهم انا ما نقدرش. علاش؟ حيت هاد المساخط ديال الحكومه خشاو واحد اللعبه سميتها كلوز ديغوغاتوار ولا نوبستون، يعني الحكومه واخا ديري درتي وعابوا على الحكومه يعني القضاء ما بقاش عنده واحد شويه استقلاليه. وفي الاعلام يقول لك راه ربحوا، راه خسروا ماشي خسروا، راه لاكور سوبيريور قالت لهم انا ما ما ما
ما غاديش ما عنديش في السوق مذوق ما نجم نعمل شيء. اشنو داروا؟ داروا لابيل عند من؟ داروا لابيل في لاكور دابيل. باهي في لاكور دابيل شنو صار في لاكور دابيل؟ كانوا مع شي 3 ولا 4 ديال جوج وحده كانت بوغ والاخرين كونتر. ولكن شنو قالوا؟ راه حتى الاعلام كيحرف وكيزيف وكيدوخ الناس. سيروا لا سورس قراو دخلوا للمحكمه سوبيريور ولا لابيل ولا سوبريم ولا اي توا محكمه كتلقاو. انا كنمشي كنتيني شارجيهم وكنقراهم ماشي يحكيوا عليا انا في التلفزيون تيقهم. اش قالت لاكور دابيل؟ قالت لهم انا ما نقدرش نفتي وانما جوليس لافير او زوتر تريبينو بور اناليزي اي بيان ريفليشير. مي تفهمنا شنو صار بعد هذيك؟ من بعد هذاك من بعد هاد 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 دابا راه بداو هذه واحد دو سمان راه درت واحد الفيديو عليها دو سمان بداو دابا كيديروا لي تيموانياج. باهي بحال دابا في واحد التيموانيات صور جاو 20 كي سون بور لا لوا وغير ربعه باش عرفت التمييز في هاد المسائل ربعه ديال اللي كي سون كونتر. وغادي كي وداك سميتو لو جوج بلونشار على ما اظن راه كيستمع لهاد لي تيموانياج هادو. انا اللي بغيت نقول الله يخليكم راه ماشي غير ربعه ديال الويتي اللي غتحرم منهم يتحرموا منهم كيف ما كان النوع ديال الديانه هذه. وهما مركزين على سكون ابل لو سين ريليجيو اوستونتاتوار اللي باين اللي جالي لو بلو فيزيبل اللي هو الحجاب. واش معمرك شي يهودي دار داك الكيبا خدام في البوبليك؟ دي جون ديال لي زافير بيان سور من زمان من اول الدنيا معروفين سير كذلك اكثر كيمشيو لونغلوفون وكيخدموا لديالهم وكيخدموش في البوبليك. صحيح فهمتيني كيبقاو مساكن المسلمات المحتجبات هادشي اللي كاين. ودابا بالله عليك نعطيك واحد الامثله باش ندوز واحد القضيه مهمه بزاف بالامثله. هاد السين اللي غيهز سين غوليجيو با امبورت منين ما حسبت راه شي 130 ميتي راه ماشي غير نكذبوا كيقول لكم اربعه ولا خمسه 130 علاش ما يقولوش اخرين؟ وتصوري دابا عمرها ما غتكون جوج دو بي مع مرأة غتكون مومبر او كوميسار او غيسور ديال دي كوميسيون اللي مهمين بحال لا كوميتي دي ديونتولوجي بوليسيير بحال كوميسيون مونسيبال دو كيبيك لا كوميسيون كيبيكواز دي ليبراليزاسيون دو ليبراسيون كونديسيونيل لا ريجي د لالكور ما غاديش تكون فيها بيان سور لا ريجي دو باتيمون دو كيبيك لا ريجي دو لوجمون تريبيونال ادمنستراتيف دو مارشي فينونسيي اربيتر الا كان شي مشكل ديال العمل اربيتر اللي كيديزيني لو مينيس دو طرافاي ما عندوش هاد السيد الحق اللي عنده سين غوليجيو انه يكون فيها. عاد كاينين اللي عرفتي راه حتى حسبت بزاف افوكا برشا هما ما غير خاطر احنا مازلنا كان خمسه دقائق دابا ما نجموش نحكيو عليهم الكل. قضيه مهمه بزاف دابا هنا الا مشيتو سميتها واحد لارتيكل عندهم هنايا عرفت شنو كيقول لارتيكل كيقول لك اسيدي لارتيكل 33 كيقول لك واخا حيت كاينه لاشارت ديال لاشارت كيبيكواز دي دروا اي ليبرتي دو لا بيرسون دارت ادوبتات في البرلمان نهار 27 جوان 1975 ودخلت حيز التنفيذ 28 جوان 1975. باهي كاينين واحد دي لا قريتيهم كتقولي الله هذا ماشي الحريه اكثر من الحريه. هنا كيقولوا في لارتيكل 33 واخا كاينه حريه الكونسيونس ولا ريليجيون وداك الزعتر كامل راه هاد لا لوي درنا هي اللي كتمشى. ونزيدك حاجه اخرى سميتها الاكثريه ديال الجباهده والمخاخ ولي سبيسياليست في الدغوا كونسيسيونيل ولي زافو كامام ديال هنايا كيقول لك هذه واخا توصل لاكور سوبريم غالبا اللي كيقولوا بانها غادي تولي انفاليد. علاش؟ حيت راه حيت عرفتي شنو هو لي سوبريم لي خاص اي بروفانس تحترمو هو لا كونستيسيون كنديان. لا كونستيسيون كنديان فيها جوج ديال بارتي كاينه لا كونستيسيون ديال 1867 ديال الكونفدراسيون كانوا فيها اربعه ديال لي بروفانس كيبيك لونتاريو نو برونزويك برانس ايل برانس ادوار. وكاين لا لوا كونسيونيل اللي جابوها من انجليز 1988 اللي داخله فيها في لا بارتي الاولى لا شارت كنديان دي دروا اي ليبرتي. اشنو كتقول في الاول ارتيكل غارونتي دي دووا اي ليبرتي الارتيكل الثاني ليبرتي فونتامونتال كاينين اربعه كاينه ليبرتي دو كونسيون الاولى ليبرتي دو كونسيونس اي دو ريليجيون اذا انت يا السيده ديال الحجاب قصيتيها راه كاينه هنا ما عندتش في سميتها في واحد الارتيكل هنايا
لارتيكل 16 ديال لا شات كيبيكول ما عندكش حق ديسكريميني شي واحد على لا غوليجيون ولا اللبس ديالو الى اخره. هاد السيده هادي شتي في 2000 شتي في 2014 فاش كانت لا شارت بغات دير البوليمار والتصيدات راه حسبوا لقاو 600,000 منصب بغا يتحرموا من الناس اللي عندهم اللي كي بورت لي سين غوليجيو. فهاد كتقولوا نتوما نعاونوا المراه اللي ميغرانت نجيبوها تخدم تكون لي حره كيفاش وراه حرمتيها مسكينه دابا سي سا كيفاش فما طريقه. ونزيدك حاجه اخرى انا شخصيا كنعرف ان فامي جوج بنات وحده محتجبه فين خدامه خدامه في كومبلكس دي فافو في باسبور كندا دير الحجاب واختها اخرى كتقرا دير الحجاب تصوري تخرج وما تقدرش تخدم في البيبليك واختها خدامه سي مالوغ سي مالوغ بالحق من شيره يقولوا باش نعاونوا ومن شيره اخرى يقصيو. انا النصيحه اللي بغيت نقول نوصل الميساج ما تبقاوش تسمعوا لي ميديا سمعوا ليهم ولكن سير فيريتي اسمعوا غربل احنا كيما نقولوا غربل لان غتمشيو طب الله يخليكم الا ما تيليشارجيو لا لواسيغ لا سيتي راه ما فيش بزاف حط 12 قلت انت قديش في الصفحه قديش غيمشيو الصفحه 10 لانكس 2 وغتلقاو في ذاك لانكس 10 ديال الزارتيكل. تصوري دابا في الارتيكل 10 معمرها مسكينه هذه المراه هذه النفطه المحتجبه عمر ما تكون مديره او مديره مساعده مدرسه وقالوا لهم واحد كلوز غون بير اش كيقولوا لهم اللي كان عنده سين غوليجيو قبل من لادوبسيون ديال لا لوا يبقى في الخدمه ديالو خاصه التعليم بشرط ما عندكش الحق تطلع في الكراد ما عندكش الحق تبدل المدرسه فهمتك كيقولوا مسيروا جلسوا في ديوركم. يعطيك الصحة سي ابراهيم موضوع موضوع ياسر ياسر انتيريسون سورتو للجالية نتاعنا ومواضيع اون جينيرال اللي نطرحوا فيها احنا كلهم انتيريسون ان شاء الله ان شاء الله نكونوا جاوبنا على الأسئلة نتاعهم احنا نكونوا هكا وصلنا لاخر ليميسيون نتاعنا مغرب كونسلتينغ نكملوا لكن معليش وقت هكا هو على غالب الوقت جاء شكرا على الاستماع ميرسي الناس الكل وصباح الخير صباح الخير شكرا